بانطلاقتي وتحديات القعدان هنا بشعارات اصحاب السمو الشيوخ. نسير معكم ونتابع هنا الانطلاق، نتابع التحدي هنا وصدارة هذا الشوط، والمركز الاول ياتينا هنا مشوش بهذا الانطلاق والاداء هنا لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الاميني، بينما من الجانب الاخر هناك المنطلق لهذه اللحظات والقادمة هملولي من هجنسي السلام بمتابعة سعيد بن سالم لنبي، بينما هناك يأتينا بالانطلاق الساعي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري، وعلى المركز الرابع ياتي سلهود رابعا هنا منطلقا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بن قوبع في تضميره، وعلى المركز الخامس ياتينا بهذه اللحظات شاهين من هجن العاصفه مع غياث الهلال من ينطلق على خامس المراكز، وعلى المركز السادس من الجانب الاخر هملول من هجن سيح السلام بمتابعه سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعه على المركز السادس والمركز السابع، ياتينا شاهين سابعا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ثامن مراكزنا المنطلقة هملول من هجن الرئاسة هنا مع علي بن يمي اللوهيبي في المتابعة والتضمير، وهنا هجن العاصفة هنا متواجدة بشاهين مع غياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة بتحديات هذا الشوط. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المراكز الأولى وصدارة هذا الشوط، والمنطلق هناك على صدارة مشوش على المقدمة والمركز الأول لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، وبمتابعة الصادق فضل الأمين من يأتي بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل والتحديات المتميزة هنا، بينما المركز هنا مع الصادق فضل الأمين في المتابعة والتضمير. المركز الثاني وياتي الساعي ثانيا هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة هنا المضمر سعيد بن عبيد الحميري، بينما هملول من هجن سيح السلام من ياتينا على المركز الثالث بمتابعة العنيد سعيد بن سالم لنبي في التضمير من يتابع الانطلاق والأداء. أما على المركز الرابع هنا يأتينا سلهود على المركز الرابع، سلهود المنطلق بهذه الانطلاقة والأداء هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بن قوبع بتضمير من يأتينا رابعا، بينما المركز الخامس وهملول على المركز الخامس، ولكن شاهين المتسلل من هجن العاصفة مع غياث الهلالي من ينطلق بهذه اللحظات على المركز هنا الخامس وسادس مراكزنا. المركز السادس هملول على سادس المراكز من هجن سيح السلام مع المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع هنا في هذه اللحظات هنا، وهذا الانطلاق والأداء على المركز السادس. المركز السابع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، المركز الثامن هناك هملول من هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللوهيبي، تاسعا المنطلق هنا هذه اللحظات شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي النتيجة، هنا نعود إلى الصدارة بعد الثلاثة كيلومترات ومنتصف المسافة، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول وإلى مشوش المنطلق هنا على الصدارة وعلى المقدمة لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين هنا في المتابعة والتضمير على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني الساعي على ثاني المراكز، الساعي من يأتينا على ثاني المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري،
في التضمير، بينما هنا على المركز الثالث يأتي هملول على المركز الثالث، هملول من هجنس السلام، هنا العنيد سعيد بن سالم لينيبي من يتابع أبو خليفة بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل على المركز الثالث. المركز الرابع والقادم في هذه اللحظات هنا، ويتواجد سلهود لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راهب سعيد المكتوم مرشح الأوسط طارش بن مبارك بالقوبة في تضميره. هملول القادم في هذه اللحظات، هجنسيح السلام بمتابعة هنا المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع هنا على المركز. إذن الخامس يتسلل إلى الرابع، هنا شاهين القادم هجن العاصفة مع غياث الهلالي، هناك هملول القادم بهذه اللحظات، هجن الرئاسة مع الظافر علي بن ميل لوهيبي، وعلى هنا شاهين القادم كذلك هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وكذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي الأسماء هنا المتواجدة بالانطلاق وبتحدي. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هو مشوش لا زال على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، هو الصدارة يسيطر على زمام الأمور هنا في مسيرة هذا الشوط. مشوش المنطلق الانطلاق لسمو الشيخ هنا هيان، هنا الكيلو متر الأخير والانطلاق والتحدي والإثار، الله هنا إذا مشوش على الصدارة مشيخ خليفة بن ثابت بن محمد آل نهيان، مع هنا الصادق فضل الأمين من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة مندفعا بصدارة هذا الشوط. قام راس وبينهي هذا الشوط راس حتى هذه اللحظات مندفعا بصدارة مندفعا بالمقدمة وبالمركز الأول، هو إذا مشوش على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور بهذا الاندفاع والأداء هنا لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ومتابعة الصادق فضل الأمين على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني الساعي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هنا من يأتي على المركز الثاني مع سعيد بن عبيد الحميري، وكنا نقول تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد النهيان داعم هذا الشعار هنا على هذا الأداء المميز المشوش وحضوره المميز الجميل عرضية هذا الميدان، ويهتهانينا لأنجاله الكرام على هذا الفوز المميز هنا. وها هو إذن انطلاقة مشوش لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن محمد النهيان، تهانينا للصادق فضل الأمين ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني الساعي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب المكتوم، هملول من حل على المركز الثالث هنا لسمو هجنسيح السلام، أنا ثالثا المركز الرابع أيضا هملول من هجنسيح السلام، المركز الخامس وصل هنا شاهين من هجن العاصفة. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لمراكزنا الأولى. إذن بالانطلاق والتحدي هنا الجميل، أعود بالتهنية مشاهدينا الكرام هنا لسمو شيخ خليفة بن ذياب بن محمد أنهيان على هذا الفوز المميز الجميل، شكرا أيضا الصادق فضل الأمين من قدم هذا الانطلاق والتوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية هنا 9:17 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، المركز الثاني وصل الساعي لسمو الشيخ هنا مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري، قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:21 بالوفاء والتمام والكمال. أما المركز الثالث فكان هملول من هجن شيح السلام بمتابعة سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:23 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن